عشان الكلام واضح، هل هي مهتمة؟ لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم مع الدكتور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قناتنا هنا بتتكلم في الصحة، وأي حاجة تهم الصحة وتخص الصحة احنا بنتكلم فيها. يوم الثلاث اللي فات صحينا على كارثة صحية في مصر، وأنا برضو أنا موجود في المهنة وعارف الفساد في مهنة الصيدلة فين، وفي مهنة الطب فين، وإيه الأماكن اللي فيها فساد. يوم الثلاث وزيرة الصحة الصبح كانت مع رئيس الجمهورية، وبعد كده بعد الظهر حست بتعب، ده حسب الكلام اللي اتقال، وتعب في القلب وارتشاح في المخ ومشاكل كده من النوع ده، يعني مش محتاجين نتكلم عنها كتير. تاني يوم خرجت من المستشفى. طبعا انا كصيدلي وكراجل اللي عندي خبرة بقول ان الحاجات دي ما بتاخدش 8 ساعات، يعني من بالليل لتاني يوم الصبح تخرج، والدكاترة يقولوا ان صحتها كويسة وما فيش مشاكل والكلام ده كله. طبعا اتقال ان هي قدمت طلب اجازة وتم اعفائها من منصبها، اعفاء انا بتكلم بقول اعفاء، وتم تولية الدكتور خالد عبد الغفار، تم نقل الدكتورة هالة زايد الى مستشفى وادي النيل. مستشفى وادي النيل موجودة في منطقة الدقي، ودي اقرب لاجتماعها هناك مش من بيتها. الدكاترة بيقولوا ان حالتها بقت كويسة، وصعب جدا انك انت تقدر تقول ان الدكتورة في خلال ساعات خفت من الرشح في المخ وخفت من الالام في القلب. المشكلة ان تم مهاجمة مكتبها، وهناك تم التحقيق مع اقبار المسؤولين في الوزارة. وانا عايز اقول لكم شوية دهاليز كده في وزارة الصحة عشان تعرفوها. في هناك ادارة التراخيص، وفي الفساد الكبير بقى انا شايفه في ادارة الصيدليات. إدارة الصيدلة ديت الفساد فيها في الناس الكبيرة، احنا عندنا دخلاء كتيرة وتراخيص الصيدليات كتيرة، واللي عايز يعمل صيدلية بيعملها، واللي موقف فيها أي واحد كده مفيش تفتيش، والمفتشة ضعيفة. أنا بس أنا عشان الكلام بتاعي يبقى الكلام محدد، المفتشة نفسها ضعيفة، بتيجي ما معاش عربية، ما معناش حاجة تسوق فيه تركبها، ما معاش أي وسيلة اتصال، بتيجي ممكن تخش صيدليه تلاقي فيها عيل عنده، يعني في صيدليه في المنطقه عندي لقيت صاحبها عيل عنده 12 سنه بيقول لها انا صاحب الصيدليه، وخدت من عنده الدواء قفلت له الصيدليه. ممكن تلاقي واحد اكبر شويه يتخانق معاها يغلط فيها. فالفساد في وزاره الصحه كبير جدا جدا جدا. في العلاج الحر واللي بيحصل من الدكاتره، فهي لما تم التحقيق مع رجالة مكتبها بدأت قالت خلاص أنا من وزير الصحة هبقى في السجن دلوقتي. فتم طبعا إعفائها وراحت بيتها. طيب حد يسألني وزيرة الصحة هتتسجن؟ هقوله لا. حد يسألني وزيرة الصحة مهتمة متهمة؟ حد يسأل وزيرة الصحة متهمة؟ أقول له الله أعلم. هل وزيرة الصحة ليها علاقة بالموضوع؟ الله أعلم. اللي بيتكلم ده كله القضاء بيقول، محدش يتكلم ولا حدش يقول حاجة إلا إحنا، اللي يطلع من القضاء، القضاء أدي البيان بتاعه بيقولك ما تقولش حاجة. لو أنت مجرد إنك أنت ليك على الفيسبوك 50 شخص هو بيعتبرك كده جريدة، خد بالك، يعني ممكن يقاضيك إنك أنت تقول كل حاجة. اللي إحنا ماشيين بناء على الكلام بتاع القضاء. حتى الآن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في بيتها، ومش هيتم محاكمتها، سواء عشان كلامي يبقى واضح كانت متهمة أو بريئة. عندنا في مصر الكبار المتهمين ما بيتحكموش، مش عشان خاطر الدولة بتحميهم، لا، حفظا لهيبة الدولة. طب هل هي متهمة؟ أنا عشان الكلام واضح، هل هي متهمة؟ لا، بس هيبقى في اتهام تاني لو طلعت مش متهمة. حتى الآن لو طلعت مش متهمة اتهام بالتقصير، إن تبقى وزيرة وكل الفساد ده يدور من حواليها،
يبقى في اتهام واضح ليها بالتقصير. وزارة الصحة كلها عايزة تتغير من الأساس، عايزة ناس تدخل وزارة الصحة، حد يكون شديد في وزارة الصحة. الدكتور خالد عبد الغفار مش هيقدر يقوم بمهام وزارة الصحة لوحده، الراجل عنده ملف كبير جدا، ده راجل مسؤول عن الجامعات وحاجات كتيرة جدا، هيقدر ازاي يقوم بدوره كوزير للتعليم العالي وكوزير للصحة في نفس الوقت بكل الفساد اللي هو اللي هي فيه، الفساد اللي فيه وزارة الصحة، في مباني كاملة في وزارة الصحة محتاجة انها تتهد من الاساس، لازم تهد الاساس، تتهد مش الهدد اللي هو بتاعنا، يتشال القيادات اللي فيها وتشال الناس اللي فيها، لان في كمية فساد رهيبة جدا تبع وزارة الصحة، واماكن كتيرة فيها فساد. الوزيرة مسؤولة عن الفساد ده؟ مسؤولة، متهمة؟ معرفش، القضاء هو اللي هيقول، وساعة ما القضاء هيقول مش هيقول اذا كانت متهمة ولا لا، مش هيديك انت السلاح اللي تذبح بيه الحكومة، او انك انت تقول للحكومة انت وزير من الوزراء بتاعك اهو متهم. طبعا انا ليا خلاف شخصي كصيدلي مع وزيرة الصحة، ان هي يعني فعلا كانت مزنقة الدنيا على الصيادلة، انا بتكلم على الصيادلة، في حين ان في الفترة بتاعتها صيدليات الدخلاء مالت الدنيا. حد يسألني هيقول لي انت ايه تقصد ايه بصيدليات الدخلاء دي؟ صيدليات الدخلاء حضرتك تخش تلاقي عيل دبلوم تجارة، تلاقي عيل بكالوريوس تجارة، عيل بكالوريوس علوم، عيل معرفش ايه، كل دول انا بعتبرهم عيال لانهم اعتدوا على مهنة مش مهنتهم. تلاقي صيدلي مسافر وصاب صيدليته هنا، تلاقي صيدلي مدي اسمه الغير صيدلي، تلاقي مشاكل كتيرة جدا. انا بتكلم عن الجزء اللي يخص مهنتي انا كصيدلي دلوقتي. تخش صيدلية تلاقي اللي عامل لك دكتور وصاحب الصيدلية الأصلي، وانت عارف ان هو صاحب الصيدلية الأصلي، وده الكلام ده الناس كلها بتقوله، وخصوصا في الصيدليات الريفية بالذات، في المناطق الريفية ممكن تكون مدن بس مدن ريفية، تلاقي اللي واقف فيها غير صيدلي، ما تقدرش المفتشة تدخله. انا بتكلم مع مفتشة مرة بقول لها يا دكتورة فلان الفلاني كذا كذا وانت عارفه، قالت لي انا حافظ اساميهم انا عارفاهم. قلت لها طب ما بدل ما بتخشي المفتشه بتدخل تعمل ايه؟ تقول له اقفل الصيدليه وامشي، بس مفيش حاجه، هو بيقفل الصيدليه بعد ما المفتشه تمشي بيفتح تاني، مفيش مشكله خالص. القانون بيتكلم عن انتحال مهنه، القانون ده بيودي للسجن، طب استعملي القانون ده. قالت لي بقى تعالى هات لي بطاقته، بتقول لي انا ابقى تعالى هات لي بطاقته، في حين ان هي عندها ضبطيه قضائيه، يعني ممكن تقول له طلع بطاقتك انت واقف هنا ليه. طبعا ناس كتيره وانا اتكلمت في الموضوع ده هتقول لي ايه اللي انت بتقوله ده يا عم، ده الواد بيجيب الدواء من على الرف وخلاص. لا انا قلت ان الدواء ده حاجه خطيره جدا، محتاجه ان اللي يتعامل معاها يكون صيدلي متخصص، ومحتاجه انك انت تكون بتتعامل مع صيدلي، حتى لو الواد اللي في الشارع عندك انت عارف ان الواد حموكشة اللي بيجي بيديك العلاج وانت عارف انه مش صيدلي، مش عارف حاجة في العلاج. لو اتكلمنا عن الفساد في وزارة الصحة، الفساد وصل للرؤوس الكبيرة، ادام رأس النخلة نفسها فاسد يبقى النخلة تحت ايه؟ فانا بوجه رسالة للسيادة الرئيس، بدل ما يتعامل على انه هيمسك الموجودين الرؤوس الكبيرة، لا ده تحت جذر النخلة من تحت مليان بالفساد، مليان بحاجات كتيرة، لازم يتم تحقيق تام مع كل الرؤوس الكبيرة واللي تحتيهم واللي تحتيهم، لان الفساد كتير، لان دي اهم حاجة، صحتك اهم حاجة اللي انت بتتحكم فيها، اللي بتشغلك، اللي بتقف جنبك، صحتك هي أساس الحياة. لازم تبقى وزارة الصحة المصرية من أهم الوزارات في مصر، والوزارة اللي يتم الاهتمام بيها. فاللي بيحصل في وزارة الصحة المصرية حاليا لازم مش نكتفي بالرؤوس الكبيرة، انت لو مشت الوزيرة هيجي غيرها، ونفس القيادات اللي موجودة اللي بتعمل الفساد هتبقى موجودة، والرأس الكبيرة مش هتعرف تحكم الأمور. ف
فانا الكلام اللي انا بقوله لازم كلنا ننتبه ليه علشان خاطر ننظف وزارة الصحة المصرية. اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، وريت تعملوا لايك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وريت لو ما اشتركتش في القناة اشترك ان شاء الله.